عفوا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ بخير يا رزق. اسمعي يا بشير. يا عبد الفتاح ليش تسوينا محمد؟ والله يا اللي بيتعب بلا اخلي كل شيء هذا بقاله المسجد الاقصى هو. ليش انا خلي اذن خلي يكفلوها وتقول محمد تقول لي يكفلوه؟ ليش خليك اذان ولا تخلي المنتعة والاصدقاء والامة العربية؟ ليش تحلم؟ ليش مش تقول العيب؟ ليك تقول فاشينيستا ها؟ ايوه يا السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام. رجاك يا محمد ترى من اهل البدعة والضلالة. بمناسبة العباس وعبد الرزاق لحفلة العزاء. العزاء؟ ايش دخل عزائي؟ ليش كلمات العزاء؟ ليش كلمة عبد الرزاق وعبد الرزاق؟ ليش راح ندخلكم من البيت يا عبد الفتاح؟ صديق ليش دخل العزائي ودخلت بيتنا؟ يا عبد الفتاح ويتغلم المسلمون الى المسجد الاقصى هذا بخوف الدنيا؟ هذا ما يخوف الدنيا؟ وبعد يا عبد الفتاح ليش تقول لي هذا مخ البكالة وخليك العباس لا تخلي العزائي تعالى عباس جاي ولا لا؟ السلام عليكم عبد الفتاح. وعليكم السلام ورحمة الله يا عباس. يا عباس حبيبي فكتني ولا لا؟ وأخي فكتني خليكم ما تروح العزاء صح يا عبد الفتاح؟ للعباس عبد الرزاق لا تروح العزاء صح؟ أيوة.